وللقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية. بداية نرحب بك سعادة اللواء، وبلا شك وزارة الداخلية لديها خطط تأمين وأيضا خطط طوارئ ومتابعة للخدمات الأمنية لسباق الفورمولا 1. شيخ، هل لك أن تحدثنا عن هذه الخطط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين أخوي على هذه الاستضافة. طبعا تفخر مملكة البحرين باستضافة هذا الحدث العالمي كل عام، وفي نجاحات متتالية من أول ما صار هذا الحدث، والبحرين صارت مرجع لكثير من دول العالم في تنظيم هذا الحدث. بالنسبة عن خطط الأمنية الموجودة عندنا تنقسم إلى أقسام كثيرة، فوزارة الداخلية عندها خطط للجوازات لاستقبال المسافرين اللي يجون، احنا متوقعين أعداد كبيرة توصل البحرين، وأيضا شؤون الجمارك عندها خطط، ومن ثم ننتقل إلى الخطة المرورية اللي تنظم السير في الشوارع، خصوصا نحن بإجازة نهاية الأسبوع نتوقع أيضا من دول مجاورة يجون زوار كثير، ففي خطط مرورية، في خطط أمنية. ولله الحمد احنا نجحنا في السابق نجاحات مبهرة وأبهرت العالم كله، وهذا اللي خلانا نشارك أصلا في تأسيس السباقات حول العالم في دول أخرى. نعم. فالخطط موجودة وتم التدريب عليها، والجمهور متعاون جدا، وهناك إرشادات أمنية تكون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبر وسائل الإعلام، فدائما نشوف تجاوب ونشوف نجاح مبهر منه ومن الجمهور. نعم. سعادة اللواء، غرفة العمليات داخل الحلبة، هل لك أن تحدثنا عن مدى جاهزيتها واستقبالها لهذا الحدث العالمي؟ طبعا احنا في وزارة الداخلية نستخدم أحدث أنواع التكنولوجيا الموجودة للمحافظة على الأمن والأمان، فغرفة العمليات تدير العمليات داخل حلبة البحرين والشوارع المحيطة بها لتأمين الجمهور ولفرض الأمن والأمان للجميع وتسهيل حركة السيارات. فالغرفة مزودة بجميع الإدارات، فيها ممثلين اللي يشاركون في هذا الحدث، من المرور، من الأمن العام، من الإسعاف الوطني، من المطافة، من طيران الشرطة، من كل الجهات. وأيضا عندنا مشاركين فيها من حلبة البحرين على أساس نشوف شنو هي الأشياء اللي تأثر على انتظام العمل في الحلبة، ونتساعد مع بعض لإنجاح هذا يعني هذا الحدث العالمي ورفع اسم مملكتنا عاليا، ولله الحمد. نعم. إذن سعادة اللواء الدكتور الشيخ حمد بن محمد آل خليفة نائب رئيس الأمن العام بوزارة الداخلية، شكرا جزيلا لك.